小时候我都没看到这个鸟，但它不动的。اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوكم شباب؟ اتمنى طيبين، وياكم اخوكم علا. ومثل ما شفتوا عنوان الفيديو يا شباب، زوجة اللاعب الصيني. اليوم يا شباب هذا الفيديو راح تشوفون اقوى فيديو بوبجي موبايل لاول مرة. فمثل ما شفتوا الفيديو السابق، مسابقتين على بطاقتين جوجل بلاي، ان شاء الله راح اسحب الفائزين ببث مباشر اليوم. سوي بث بالليل او باكر ما اعرف هذا الشيء، بس اذا حاب تشترك بالمسابقه وتربح بطاقه جوجل بلاي لفتح الرويال باس، اشترك بالقناه واضغط لايك واكتب تعليق للدخول في المسابقه. طبعا شباب مثل ما تشوفون، زوجة اللاعب الصيني تقتل تقريبا 30 شخص. اليوم راح نشوفها مع بعض. فهواي ناس تقول يا علاوي انت ليش تنزل هيك مقاطع يا اخي، بس اريد اشوفكم هذا اللعب الاحتراف. يعني هاي تقريبا اقوى بنت بالعالم، لان لعبها كارثة. طبعا كل واعيب عرب كارثة، اقوى منها عرب. بس شنو السبب الوحيد اللي يقتل العرب وسبب ضعف العرب باللعبة؟ هو اللاج والتقطيع. هنا عندها البنك 30، البنك 30 او 20. العرب اذا صار 100 كيفون. فمثل ما تشوفون يا شباب، جلد 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 بمعنى الكلمة. فاعطوني رايكم بالتعليقات عن هذه اللاعبة، اعطوني رايكم بالتعليقات شو تقولون اذا نزلت وي سيرفر عربي شو تسوي؟ والله تحطمه. فمثل ما تشوفون الصين يعني كلش لعبهم قوي، حتى لو بعد دوا طاب للعبة لعبهم يصير قوي. فلأن اللي ما عندهم لاق ما يعرفون شنو اللاق، ما يعرفون شنو التقطيع. العرب كله تقطيع ولاق. ترى اكو محترفين ما نعرفهم، فاكو هواي محترفين بس ما يعني ما يظهرون قوتهم، ما يسوون قنوات باليوتيوب حتى نعرفهم. فمثل ما تشوفون شباب، خلينا نتابع وياكم. اوكي هسه قاتلة 6 هي. شباب لعبها سريع، والله سريع بشكل يعني. غيرت الرسومات طبعا، خلتها على الثانية مثل ما تشوفون. اوه حصلت، ما اخذت الكار. الكار يا اخي مو قوية، ما تدمج خوذة 3، ما تطيح درع 3، بس درع واحد واثنين الدمجة، بس درع واحد الطيحة وخوذة واحد. مثل ما تشوفون شباب، ترى والله شباب الاحتراف كله يم العرب، بس العرب السبب الوحيد اللي ضعفهم هو اللاج والتقطيع. ترى اكو والله الواعيب كارثة، يعني جاي العب بي متابعيني كارثة، يعني طب لي الجيم يقتل 25 20، بس هو ما حد يعرفه، ما مسوي قناة باليوتيوب حتى يشتهر. فكل هالواعيب ماكو واحد احسن من الثاني. شنو هي؟ نزل اللعبة ورا شهر شهرين تصير محترف، بس كون ما عندك لاج، ما عندك تقطيع، واذا تسوي قنوات وتصوروا هاي راح تنشهر. فمثل ما تشوفون شباب، لعب احترافي، يعني لعب احترافي يعني اقوى مني 50%، اقوى مني واقوى من العرب 0%، لان العرب والله قلت لكم البنك يمهم كلش عالي والتقطيع واللاج. مثل ما تشوفون
والله أنا أقول إذا سوى روم 50 عربي ضد 50 صيني، أنا أقول الصين تاخذ الأول، لأن العرب يومهم لاقوا تقطيع وكل شي، يومهم نزلت دروب. واو، أكو هواي ناس تقول علاه ولا تعلق بالمقطع، لأن شوية نريد ناخذ راحتنا، نشاهد بدقة عالية وماكو صوت وهاي، فأحب أن أعلق على المقطع وهاي رد فعله وهاي. فكتبوا لي بالتعليقات أي شيء تطلبونه منا، أنا حاضر شباب. جاي تلوت، شوفوا شلون من تلوت تتحرك، يعني ما تظل واقف يحرك، مثلا مثل ما تشوفون من تلوت ظل يتحرك، لا ظل ثابت، على موت من واحد يرمي عليك تقدر تشرد منه. اوكي يا شباب، طبعا راحت للدروب اللي نزلتها قبل شوية مثل ما تشوفون، يمكن شافت واحد. اوكي يا شباب، شافت واحد طبعا هناك، راحت تقتله. قتلته والله، مات. بس اريد اعرف شنو اسم البرنامج اللي تستخدمه للهكر. لا لا امزح، احتراف طبعا، احتراف مو هكر، احتراف. هذا صاحبه اجا، تم الحمس. قاتله 11 واحد بأقل من 10 دقائق. اوكي، الحاويات فرغت، ماكو ناس بيها، كلها كتلتهم، فأخذت السيارة وراحت تدور كلات مثل ما تشوفون. هذا واحد مكمبر. سحقت علي والله، كفو كفو. اوكي، صحبانه منتظره، صحبانه ما تفنشه بساح، تنتظر صاحبه يلا تفنشه. اوكي شباب، جاي تلود تاخذ بعض الاشياء اللي تريدها هي، ترست قبطت الجنطه مالتها. البنك ما ينزل عن 30 لـ40، والله مشكلة البنك بالعراق وبالعرب. شوفوا ذاك البيت يم تيم، نزلت من السيارة، ما ادري راح تروح له بالسيارة اعتقد، مثل ما تشوفون راح تشوف شي يسوون وهاي. شوفوا تتابعهم اول مرة وبعدين تبش عليهم مثل ما تشوفون، جاي تشوف ضربتهم جاي تدمج بيهم اعتقد وتروح لهم. يا اخي سكوب 6 ثابت، اكتبوا لي بالتعليقات ليش ثابت ليش. اوكي، شوفوا راح تروح لهم، شربت علاج وراح لهم، فنشتهم طبعا، طلقة يموتون، راحت لهم. اوه ضربوها، شوفوا شباب الاول، اوه الثاني، هاي بشت زينة. ابداع والله ابداع، خلاص كلهم ماتوا خلاص. شنو هاي يا اخي، شنو هاي، طبق تيمات والله، انقص من اخوها زوجها. وهيو تكافي اللوت، ايش قد تحبين اللوت، والله يحبون اللوت، يلوتون هواي كلش، يبدلون الأسلحة طبعا، لا العفو، يبدلون السكوبات. اوكي راحت الدائرة،
اوكي يا شباب، قبل لا تدخل الدائرة شافت ناس وصعدت لهذا البيت. اوكي كتلته اخذت واو واو. اكو واحد ثاني اعتقد، ايه ذاك سكوب 8، العفو 6. ثابت. اوه جيت تحب اللوت.也是很秀啊，一枪能中。走着。اوكي راح تروح للدائرة.他两个哪来اوه的？هم راح تلوت هاد.倒无所谓，好像就他们两个打的小枪。هم راح تلوت هاي، ما ادري شو تريد، تريد شي بس ما تلقاه قاعد.走了，也不是啊，没枪呀，就一个，我还有一个超级信号枪，这边啊，看哪里有人。اوكي يمكن يكون نزلت急救！تروب، هاي تروب وين نزلت؟换辆车，不要شو这个تسوي بيه؟车，这车要坏了。من ما نزلته؟换辆蹦蹦。يمكن تريد ناس تيجي. نزلته شو اسمه للناس.这个地方不是很好使。اوكي看一下吧，看哪边会来خلي人。ناس تيجي حتى تقتلهم. 去城甲的库也没人。هسه كاتله هي 19 واحد. 我想上厕所，把能量打满。我想上厕所。اوكي جاي تخطط الشي. منتظر الناس تيجي للدروب. تجيح. في كي اوكي لا اوكي اجت الطيارة طبعا. اوكي نزل الدروب هناك. ضربته، وين شافته؟ وين شافته؟ شوفوا شباب من ورا الشجرة وتشوف علامات الهكر. اللي شاف هاي اللقطة شباب يكتب لي بالتعليقات، يكتب لي شلون ضربته ورا الشجرة. والله ما ادري بعد شباب، فقط يمكن يكتبوا لي بالتعليقات. والله كارثة مو بنت. والله الصين مشكلة، الصين. هذا دروب مالتها اللي نزلته هي. ما بي شي. او بي كيس 100 طلقة تخذي. ذا بوس مون. واو شباب بهاي اللقطة راح اترككم هاي الفيديو، كملوا الفيديو للنهاية واتمنى يعجبكم. وكان معكم اخوكم علاوي، في امان الله. 哇，这枪太酷了吧！ 这也太酷了吧！这个扫车，哎，我发现这局好多随缘扫啊，随缘枪法，随缘扫车。 有两个队友的呀，先上山看一下吧。他们应该要去防区啊，直接去防区了。
开过去。他没死哦，他没死哦，讲。我在想，我怎么过去啊？过去有点难。老铁，老铁，哎，我想上厕所，
我现在没有别的，我只想说一句话。我想上厕所。哎，让我跳进去好吗？小老 T，小二，哎哎哎，别打我。等我要挨揍。等着吧。二老铁，